طيب طبعا الفن ما بيقفش عند حد، لكن الاختلاف هو اللي بيميز فنان عن فنان، وبالذات لما بيكون فنان وطني جدا بيحاول يعمل حاجة بفنه. يعني علي حبيش هو فنان وطني ورث الفن عن والدته، وبيحاول دايما تكون رسوماته اللي هي الشخصيات اللي بتأثر في المجتمع بتاعنا. خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. قصة النحت بدأت وأنا طفل صغير، كنت بروح قريتي في مركز الغتاورة، مركز بني القمح شرقية، وكانت جدتي أعمل تماثيل من الطين العادي عبارة عن الحيوانات الموجودة، وأعمل الساقية وأعمل المهر اللي هو الحصان، وكانت تجفف لي الأعمال ديت وتعينها لي في الدولاب وتجيبها لي تاني واقعد العب بيها وكده، وهي اللي ربت فيا حب النحت نفسه. لم يكن علي حبيش مجرد فنان نحت فحسب، ولم يعطيه تلامذته واصدقائه لقب الفنان الوطني من فراغ، فلكل عمل من اعمال حبيش قصه وتاريخ وطني. عبد الناصر والسادات لا يزالان عالقين في ذهن حبيش، فمنح لكل واحد منهما عملا يليق به. انتقلت من محافظة شرقية الى محافظة الأيوبية عشان عمل والدي كان في محافظة الأيوبية، وطبعا كان ايام المد الثوري بقى، ايام جمال عبد الناصر والمد القومي، وحبيت جمال عبد الناصر وانا صغير، رسمت له صورة وبعتها له وبعت لي جواب شكر واداني صورته. هكذا السيسي الذي تربى على كيان حبيش منذ الوهلة الأولى لتوليه السلطة. أكثر من 12 ألف فلاح ماتوا في قناة أجدادنا، حفروا قناة سويس بالهاند أكس بالفأس اليدوية. فتشوف الحلم الثاني بيتحقق، لابد كفنان لابد تهتز. فرحت عامل اللوحة برضو بدون تكليف من حد لقناة سويس، وإن السفن اللي بتعبر من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، وطبعا صوت الرئيس فيها. لم يأتي استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام على حبيش ويمر مرور الكرام، ففور سماعه خبر استشهاده بات حسه الوطني يقوم بتنفيذ عمل فني دون وكالة من أحد. هشام بركات أنا بكيت بعد اغتياله على يد القوى الغاشمة ومجموعة الإرهاب الديني البغير من الجماعات الإسلامية الأطفال المسلمين. بعد ساعتين من استشهاده بدون اي تكليف من حد، انا ابتديت اعمل له تمثال ميدان، لان هو يستحق ده حياته كلها لبلدي. الثقافه التي تغضب حبيش دائما فور الحديث عنها باتت في اخر درجات الحضيض على حد وصفه منذ عصر المخلوع مبارك. الثقافه في عصر المخلوع مبارك من أسوأ الوزارات التي ادت دورها في عصر المخلوع مبارك. وزاره الثقافه هي اللي بتشكل فكر المواطن. حتى دلوقتي انا كنت بدرس في جامعه الامارات، كنت انا بروح السبع امارات اشراف على الطالبات بتوعي اللي بيدرسوا هناك. كان في حاجه اسمها عاملين النشاط لا صفي وله درجات، اللي هي ايه بقى؟ الرسم والفن التشكيلي والموسيقى والفنون التراثيه والفنون الشعبيه. فانت كده بتصنع مواطن مظبوط. ان اعمال الدكتور علي حبيش ان لم تكن له ولتلامذته في المستقبل فستكون في المقام الاول والاخير لوطنه، لذا فحق له لقب الفنان الوطني.